زال يمنح من تلا أسرارا. أسرار ومعجزات. القرآن العظيم هو كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوى مقيلة، طلعت به شمس الهداية للورى، وأبى له نجم الكمال أفولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفأ القنديل. بلاغة وفصاحة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. آيات بينات. وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. أسرار التكرار في القرآن الكريم مع الدكتور السيد البشبيشي. شهر الهدى يا شهر.